نزلت ماكين تيشرتات البوتات جداد. رح ندخل ونشوف شوف حظنا كيف رح يكون. هل يا ترى رح يكون باللوز او مو شويس او المهم علام ما اعرف شو رح يصير. رح ندخل مع علام ونشوف حظنا يا ساتير. سو حبايب الكرام كيفكم؟ ان شاء الله بخير، ان شاء الله كل شيء تمام. رجعنا لكم بمقطع جديد يا اساطير. اتمنى اليوم اتمنى لكم يوم سعيد. اوكي ركز شوي. قبل ما ندخل على الماكينه معلم، لا تنسوا تصلوا على حبيب محمد عليه الصلاه والسلام يا احلى ناس، ولا تنسوا لنا باللايكات والشيرات، واذا انت مشترك انزل اشترك حبيبي، فعل الجرس. ليتس جو. اوكي حبايبنا، قول لي يا سلام عليك. اوكي حبايبنا، مثل ما انتم شايفين هون مع الشباب، طبعا من زمان موجود كانوا تيشيرتات البوتات القديمه، تمام؟ اوكي حبايبي، كانوا نزلت هذول من زمان، اوكي؟ بس ولكن نزلونا هذول اشياء جديده جدا جدا جدا. طبعا شباب الماكينه هي يعني بالعاده ما كانوا يحطوا، والله ما اتذكر كانوا يحطوا، يعني ممكن تربح على السكين كله مره واحده فقط، او ممكن تحصل على الاجزاء منه. ليك شباب نجرب حظنا مع اللي مثل ما انتم شايفين. صراحه انا هذا امبارح شفته لما كنا على اللايف، شفته هذا شاب ذكي، يعني هذا كثير من السكنات اللي عجبوني كثير حبايبي، هذا الاسود والفضي يعني شيء مرتب باللوز. هذا الابيض اتس اوكي okay. ماشي حاله اوكي شباب، معنا 43 ارجو ورا شباب لنشوف حظنا ان شاء الله يكون باللوز. نبلش نضرب اول 10 لفات يا شباب، وخلينا نشوف يا جميل. ويلي، هل يا ترى في شيء باللوز ولا لا معلم؟ يلا اول لفه شباب، هات نشوف. ايوه يا زلمة انا شايف معلم ان الحظ راح يكون بيض معلم، هيك حاسس مثل هذيك مرة جاء مرة زاد حظ بيض كان حبيبي والله. اوكي ول يا سلام عليك، اول تيشيرت شباب بس اخضر انا ذكر بدي اياه، بس يلا معلم ول اوه ماي. لا هذا عندي يا زلمة، هذا عندي يا زلمة، شو بدي فيه معلم؟ شو بدي فيه يا زلمة؟ عندنا يا زلمة، شو هيك؟ روح كمل. هذا نشوف، طلع تيشيرت اخضر شباب، امرنا تيشيرت اخضر شيء باللوز، اوكي كمان حلو. نشوف حظنا معلم، هات لنشوف. والبيض هذا على الاخير معلم، ابلع ول يا اخي. طب يعني والله شغلت ول يا اخي، والله شغلتهم شغله يا اخي. طب يعني ليش هيك بغلون؟ يعني عندنا هذا معلم، ليش عم يعني بيطلع لنا مره ثانيه يا اخي؟ ما بدنا يا اخي، بدنا دول التيشيرت الجداد يا زلمه. روح ابلع بيض يا زلمه، بيض في بيض في بيض. روح. او ماي جاد، او ماي جاد شباب، اول لل قول اوه الشورت الابيض باللوز يا شباب، طلعنا الشورت الابيض تمام. وينه هذا؟ هذا وطلع لنا الابيض. حلو حد لين شباب، ماشي الحال تمام. ايوه روح. ايوه جميل. ايوه يا زلمه، طلع لي هذا مرتين يا زلمه، شو بدي فيه؟ هذا كمان مرتين يا اخي، شو؟ هذا حلو، خلاص هيك امنا يا شباب، هيك امنا انه يتامن هذا، امنا خلاص هذا امناه يا شباب باللوز. اوكي ان شاء الله يطلع لنا معلم، بدي هذا، انا حابب هذا شباب، انا حابب هذا. يلا روح ليتس جو معلم، هذا شوف بسم الله الرحمن الرحيم. يلا يا جميل، ايوه يلا هذا هو سلامي يا زلمه، شو هاد يا اخي هوبا. حلو والله يا شباب صراحه، يعني بالنسبه لي بس كشخص ما عنده هدول، يعني الصراحه شاب يعني بالنسبه للحظ للتيشيرتات الباقيه عن جد شيء باللوز معلم، يعني الصراحه يا شباب فهمت عليك. اوكي هيك بقول شباب امنا هدول اثنين تمام. خلينا نشوف حظنا بهذا، شوف نجرب حالها، نجرب نضرب على الابيض. يلا الابيض شوف، يلا ليتس جو. والله شباب الصراحه حظ باللوز معلم كثير حلو. اوكي يا زلمه، هذا شو بده مني هذا يا زلمه؟ يا اخي طلع من حياتي يا اخي هذا التيشيرت الازرق هذا، اقسم بالله شيء مو طبيعي. يا زلمه روح انت كمان عندنا يا شباب. يلا ان شاء الله الابيض شباب، الابيض ان شاء الله الابيض، ليتس جو هات لنشوف. ويلي 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 ايوه والله فكرت هذا ذاك يا زلمه. يلا يا اخي، يلا خلينا نجرب هذا معلم، نجرب هذا يا اساطير. هلا معلم طول بالك، حصلت على هذا انا تمام، وحصلت على هاد تمام. بالنسبه لهاد هذا باقي لي بس التيشيرت اللي فوق معلم، بس باقي لنا التيشيرت الابيض معلم، التيشيرت الابيض. يلا هذا هو يا زلمه، طلع مره ثانيه يا اخي، رجع طلع مره ثانيه. هذا كمان ول شفتوا الشباب طلع مرتين يا لطيف، اقسم بالله شيء مو طبيعي معلم.
هدف يا زلمي يا اخي الله جميل ابلع نايس او ماي جاد شباب والله شباب الصراحه انا توقعت انه راح اصرف يعني كثير بس ولكن حبيبي والله باللوز لوز اللوز اوكي شباب خلينا ندخل على الباكينه بعدين لازم نجرب يا اخي ما بيصير خلينا نجرب اول شيء اللون الابيض شباب نجرب لون الابيض معلم نجرب لون الابيض طبعا نظبط له حزام مرتب شباب لازم نظبط له حزام مرتب طولي بالكم ايوه شباب بالمناسبه نزلت لكم مقطع استعراض الحساب شباب تيمكم طلب مني المقطع شباب موجود بالقناه روحوا شوفوه حبيبي والله اوكي خلينا نشوف لنا شيء حزام مرتب لهذا شباب ما في حزام شباب يعجبني كثير شيء اللي يعجبني كثير 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 وينه هذا وينه هذا الحذاء شباب يعتبر من اجمل الحذاءات شباب هذا الحجاب عجبني كثير اوكي بالنسبه لهذا لا معلم هيك ما يمشي حال معلم لازم نظبط خلي الهيبه تصير اكثر اكثر معلم شوي هيك ليتس جو حط هذا معلم وهيك الوضع صار باللوز خلينا نطلع تدريب شباب ونشوف حظنا نشوف الاوضاع يا سلام عليك راحه باللوز يلا والله صراحة شباب يعني أنا متفاجئ إنه هذيك الماكينة يا شباب في ماكينات يعني حبيبي والله كان والله صراحة على حسب ما بعرف شباب ما صرفت كتير على حسب على حظي شباب طبعا أوكي طبعا ممكن كل حد يكون أحسن مني بكتير طبعا طلع لي كتير من التيشيرتات شيء حلو مرتب أوكي خلينا نشوف هذا معلم يا سلام تنشيل والله الصراحة يا أخي التيشيرت بوتات يعني شباب دائما 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 بتحس باللعب خفيف دائما اللعب خفيف التيشيرت بوتات إشي باللوس هات نشوف هوني حبيبي 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 علوبي واو ابلع يا سلام عليك خلاص شباب هذا جبنا اثنين هيت شوت معلم خلاص اطلع معلم خلاص شغال كل شيء تمام معلم ما بدنا اوكي لو شباب نفس الوقت راح اجرب شيء مهم كثير حابب العادي ما بجرب هذا الشيء طبعا لازم اجرب هذا الشيء ضروري انه نجرب شباب لا اول شيء ضروري نحط بشخصيه البنت شخصيه البنت شباب شيء ضروري تمام بما انه انا دائما بلعب شخصيه شاب بس ولكن راح نجرب سكين نجرب نلعب شخصيه بنت يا اساطير اوكي وينك كيلي روين كيلي لعب شخصيه بنت شباب تمام حط التيشيرت بشخصيه بنت يا اخي شو الخيارات يا زلمه تعيت امبارح يا زلمه حبيبي والله اللي كان موجود امبارح معنا على اللايف معلم العيفه من العمر هاي شيء الخياره معلم ولكنكم خلينا الخيار يا معلم خلينا بس نحط التيشيرت واحد من جبناهن هذا الاخضر نجرب الاخضر شباب اولي والله شباب ليتس جو خلينا نحط له حزام مرتب شو نحط الحزام ازرق معلم تبع اولي والله طالع حلو هذا معلم اقسم بالله طالع باللوز على الحزام هذا شباب ماشي حاله اخضر واخضر معلم ايش باللوز تمام انت شوفوا كيف شفنا شيء واحد ثاني طولوا لي بالكم يا ستير لا يا سلام هيك خربناها هيك يا زلمه ما يمشي الحال لازم نشوف له حزام مرتب للبنت دي شو والله معلم ماشي حاله اف يا ولد شوف هذا احسن شيء هذا معلم اوكي راح نجرب تيشيرت واحد بالتيشيرت بوتات لشخصيه بنت شباب يعني بعرفكم لازم قلت لهم عشان متابعتي عشان البنات وغلط يا اخي اوكي هذا بالنسبه للتيشيرت البوت الاخضر شباب مثل ما انتم شايفين والله يعني معلم خفيف ما اعرف يا اخي حاسس انه خفيف كثير لون اخضر باللوز معلم حلو هات لنشوف هذا نجي لهون نبربر شوي معلم نشوف الوضع اللبس الوضع كيف راح يكون هات لنشوف يا جماعه هات معنا اوكي يا سلام هات لنشوف حبيبي والله هلا بوي هرب يا زلمه هذا هرب وين راح تعال هون لك تعال هون لك تعال هون موت من هون يا زلمه ما يموت هذا ويلي 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 معلم ويلي هلو كلخت باي كلخت والله الصراحة شباب اتس اوكي لطيف يا لطيف جميل 50 معلم راح يجلدوني هذول تعالوا قول لي
دمي كان 50 يا اخي. اوكي حبيبي هيك صار باللوز اللوز. خلينا نروح نجرب شباب السكيل المنتظر عليه، هذا اللون اسود معلم، هذا اللي عجبني اكثر شيء فيهم. فهمت علي كيف؟ خلينا نجرب على بيرسوناج، نحط شخصيه الشاب. اوكي وين شخصيه الشاب؟ وين الشاب؟ وين 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 الشاب هذا؟ ماكسيم باللوز. نجي لهون، نجي لهون يا جميلين. وين التيشيرت؟ اه لا التيشيرت هو بالبندل. اه هذا هو، هذا هو يا جميل. تعال هون، اقسم بالله شباب ها يا سلام عليك والله. هذا شباب هذا الاكثر واحد عجبني فيهم، يعني هذا باللوز معلم. حلو يلا ندخل نشوف نجرب يا ساتير. صراحه شباب انا مبسوط اليوم، مبسوط اليوم شباب عن جد، لانه الحظ كان تمام التمام وكل شيء باللوز معلم، يعني باللوز. هذا شو معلم هذا الاسود، ثواني نحط نحاول نشيل الاسلحه هيك نشوف شكله معلم كيف يكون. والله باللوز معلم. تعرف ليش بختار اسود شباب دائما؟ لانه دائما بيعجبني السكنات الغامقه شباب، يعني مشان بالخريطه معلم ما تبين كثير. فهمت علي كثير؟ ما ببينه كثير يعني، كل شيء غامق بس حسب حسب الخريطه معلم، حسب الخريطه طبعا، حسب الخريطه حبيبي والله. روح هذا شو هذا معلم الجميل. التمانو التمانو، وير ار يو ايفريبادي، شو مي يور هيد، شو مي يور هيد، اريكو از ذير. ابلع قول لي بلع. شباب يا معلم هلعب ولا لا؟ اوكي انا ما شكله معلم يا حبايب. ابلع انت، ابلع انت يا زلمه، دوختوني يا زلمه، اقسم بالله دوخوني هذول يا زلمه. بده يلعب بده يضرب ولا ما يضرب يا اخي؟ تعالوا تعالوا هنا. ده هذا معنا ده شكله 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 حميان يا اخي. تعالوا ندخل نشوف هذوليك الشباب الطيبه، نسلم عليهم الصفحيات. ايه 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 ول 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 بوت بوت يلا بوت بوت. شو بيعمل هون بوت ولا شو؟ ولا لا بيعمل حاله بوت. لا لا هذا معنا، هذا من جماعه اللي تعال هون تعال هون تعال هون تعال هون. واو باي 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 يا برو، باي باي يا جميل. يا سلام عليك يا سلام. تعال هون تعال نسلم عليكم الصبحيات. تعال 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 تعال. ول والله ما بفهم وين هذول عم بيطلعوا. يلا دوخوني يلا يلا علق ليم علق ليم يا جماعه. العب بربر هذا، لا تبربر، العب بولت اب، العب بولت اب، لا تبربر يا صديقي. اوكي حبيبي تمام. نجيب واحد جاي بيجي على السريع، نجيب واحد هيك نضرب نقطه الواحد معلم قبل ما ننهي اللايف. مو لايف البس. تعال هون تعال هون تعال هون، مو لايف البس لك قصدي المقطع يا سلامي. خلاص باللوز معلم هيك وضعنا تمام. يلا بشوفكم على خير معلم حبيبي والله. اوكي حبيبي الكرام ليديز اند جنتلمان الله يسعدكم يا رب. الصراحه ما اعرف كان عندي تقريبا 43 لا 43 الف جوهره تمام، ويعني كلف لي تقريبا 4000 ولا هيك هيك شيء. ايه 4000 لانه عشان السكنات، ممكن ممكن 4000 جوهره شباب يطلع لكم انتم كثير من السكنات يعني حبيبي والله بلوس. اوكي يا اساطير سو حبايبنا، شكرا كثير لوجودكم معنا حبايبنا يا اساطير. شباب الحلوين بتمنى بكل صوره شباب يتابع قناتنا الثانيه شباب على اليوتيوب اليكو جيمنج، حط لكم رابط تحت بالوصف يا اساطير. راح نبلش ننزل عليها باذن الله تعالى اليوم الجاي العاب تختيم تمام ان شاء الله يا شباب. اوكي اعطونا رايكم بالتعليقات كمان بنفس الوقت شو تحبوا نعمل كمان. ماشي يا اساطير بشوفكم على خير، يومكم سعيد، سلام عليكم.